السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. آسف يا شباب على موقع الاستثمار اللي شرحته وما دفعش. الموقع أنا بشرحه في أوله في يوم الزيرو عشان نسبة النصب فيه تبقى قليلة، لكن لو عملت له إثبات سحب وجيت وشرحته بعد كده الموقع بيبقى نسبة النصب فيه أعلى بكتير. فأنا عامة انا اودعت زيكم، واذا كانت نصب عليكم فتنصب عليا انا كمان، فانا اسف ليكم. وهنعمل اثبات سحب يا شباب لموقع الاستثمار اللي هو يعني افضل موقع اشتغلت عليه لحد الان. الموقع اللي قدامنا ده بيدي 68% لمدة 68 ساعة، 200% يا شباب. هنخش كده على الموقع، انا كنت شارحه قبل كده كتير، موقع كلكم عارفينه. عندي هنا 52 روبل يا شباب، هخش على السحب كده على طول. طبعا دي كلها سحوبات ليا. وهنخش على البير يا شباب، هنلاقي اخر حاجة عندنا 2 روبل و8 سنت، ونعمل طلب سحب. اهو يا شباب السحب كده اهو تمام. لو حابب حد يشتغل على موقع شباب برضو على مسؤوليته. الموقع ده في ناس اشتكت منه وكتبت لي كتير في التعليقات، وفي ناس بتسألني عليه هل الموقع لسه بيدفع ولا لا. فانا بعمل فيديو، انا ما بعملش فيديوهات دي كتير، بس عشان الناس اللي بتطلب عايز تعرف الموقع صادق ولا لا، فانا بحاول اعمل لهم كل فترة كده فيديو. اهو يا شباب السحب وصل، 51 روبل، 51 سنت بعد عملت البير، وكده الموقع صادق. طبعا انت لو حابب توضح في الموقع بتيجي من الخانة دي، لا ديت اللي عليها شكل الحيوان دي، وبتختار من هنا الخطة. انصحك بخطة الأولانية وهنا المحفظة، تحط المبلغ وتعمل ايداع. اول حاجة تخش عليها الاعدادات، تخش تعين محفظتك وتعمل حفظ اول حاجة تكون تعملها. بعد كده تبدأ بذلك كنت هتودع من هنا وتسحب من هنا، وهنا تعرف معاملتك في الموقع. لو انت عندك حساب على جوجل بتخش على اليوتيوب تعمل لهم اشتراك في القناة بتاعتهم، وبشوف بتطلب منك ايه وبيديك 20 روبل هدية. وهنا لو عندك قناة يوتيوب وتقدر تعمل فيديو بترسل لهم الرابط هنا اهو، تقدر تحصل على زي ما انتم شايفين كده على مكافأة منهم حسب ما تكون بيقدروها هما. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو دعمونا بلايك، وجديد معانا شير في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.